إذا فاتح الكتاب جريدة المجاهد يقدموا في الحفاظ على الذاكرة التاريخية. طبعا قبل رئيس الدبلوماسية اللي بدأت في سنوات من 54 إلى 62 كانت سلاح قوي وقوي جدا في تحرير هذه البلاد. كانت دبلوماسية حرب، كانت مبنية على الوعي من الإخوان اللي بدأوا الحرب مثل بن مهيدي ولا عبد الرمضان وإلى آخره. كانوا درسوا أخطأوا دروس يعني من الماضي باش بناو يعني باش بناو كفاح يجمع جيش تحرير والشعب والدبلوماسية الجديدة. لقد أصبح هذا اليوم تخليدا لأمجاد جنود الوطن في العمل الدبلوماسي وتضحياتهم، على اعتبار أن كل فرد من أفراد الدبلوماسية الجزائرية كان يعد جنديا من جنود الوطن متحليا بأسمى معاني الوطنية، ويحمل على عاتقه وعبر الأجيال المتعاقبة رسالة سلام للمجتمع الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. الدبلوماسية الجزائرية كان لها دورا مركزيا في دعم حركات التحرر على مستوى الإقليم، ومن أهم حركات التحرر التي دعمتها الدبلوماسية الجزائرية هي القضية الفلسطينية، حيث لم تبخل القيادة الجزائرية سياسيا وماليا وعسكريا على القضية الفلسطينية.